أجبر المرض وحوادث عدة العازف البرازيلي الشهير جواو كارلوس مارتنز على التخلي عن العزف على البيانو في العام 2019، لكن بفضل قفازات آلية أصبحت الأصابع الموسيقية ترقص مجدداً على لوحة المفاتيح. سأقوم بالعزف ثانية أمام الجمهور بكل تأكيد، وسأعزف مقطوعات لباخ وبيتهوفن. عاد الأمل إلى جواو بعدما أتى المخترع يوبيراتا كوستا في أحد الأيام لرؤيته في منزله مع زوج من القفازات المتطورة. وبفضل زوج القفازات وروبوت من أوروبا مسؤول عن قلب صفحات النوتات الموسيقية، يستطيع جواو كارلوس مارتنز مرة أخرى أن يكرس وقته لفنه. عندما يعزف المايسترو يضغط على مفاتيح البيانو وتعمل الشرائح في القفاز على إعادة أصابعه إلى وضعها الطبيعي. أما جواو فلم ينتهي بعد من أحلامه، إذ يرغب في نقل شغفه من خلال إنشاء أوركسترا مع أطفال يعيشون في الأحياء الفقيرة.